أهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة الجزائرية أينما كنتم إلى هذا الروبورتاج الخاص والذي سنأخذكم من خلاله في رحلة تاريخية نتعرف ونستذكر فيها رحلة تاريخ فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم. فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم والمعروف أيضا بالفرنسية 11 دو لانديبندونس هو فريق كرة قدم أنشأته جبهة التحرير الوطني الجزائرية في الوقت الذي كانت تقود نضال الجزائريين من أجل استقلال بلادهم عن فرنسا. تشكل كونتاكتونا كي كنا في فرنسا ورحنا الكل مع بعض كل واحد منين راح، واحد راح من طاليان، واحد راح من مارسيليا، واحد راح من باريس، رحنا وتلاقينا الكل في تونس وكونا هذا الفريق في تونس. من بعد بداو البلدان يعرضوا فينا ونروحوا، كنا نروحوا نلعبوا في أوروبا ونعودوا نوليوا أوروبا الديمقراطية، ماشي كيما فرنسا ولا بلجيكا ولا رد الفعل. هذاك الوقت كي رحنا كي مشينا هذا ابو مزرق مع العربي اللي كانوا كبار وبنتي فور خمولها، قال لك يلزم نضربوا ضربه صحيحه باش العالم كل يفهم اللي كان حرب هنا في الجزائر، وكنا اكل مع لفلان مع الجبهه في فرنسا. هذاك الوقت كانوا يعرفوا بلي كان حرب، ما كانوش عارفين مليح كيفاش نقولوا المسؤولين الفرنساويين هذاك الوقت كانوا حتى الجريدات ولا ما يقولوش كلش، ما يقول الشعب الفرنساوي ما كانش سامع بكل شيء. وكان الهدف الرئيسي من وراء تأسيسه رفع الروح المعنوية في صفوف الجزائريين المناهضين للاحتلال الفرنسي، كما عبرت مشاركة لاعبي كرة القدم الجزائريين اهتمامهم بقضية بلادهم كباقي الجزائريين أمام الشعب الفرنسي. والشعب الجزائري كذلك، الشعب الجزائري اللي سمع بلي كان فريق بالجبهة دارت فريق وطني لكرة القدم، شكون اللي ما فرحش؟ الناس كل فرحت وحنا كنا فرحانين كذلك. كان شويه خوف سي نورمال، ها ما بصح هذا الفريق هذا دار دور كبير، كانوا يحوسوا لامباكت بوليتيك، يلزم ضربه صحيحه باش نزغدوا فرنسا والفرنساويين باش يفهموا بلي كنا وكل افلان، ما كانش جزائري هذاك الوقت قليل كانوا لي، ها ما بصح الشعب الجزائري وكل هيا هنا في الجزائر ولا في الخارج وكل ضد على فلان. هاي كيفاش حبوا هاد المسؤولين كيما بنتيفور بومزرق العربي حبوا يديروا هاد الفريق هذا باش دعوة صحيحة، ماهيش حاجة سهلة. يعود تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم إلى ربيع سنة 1958 وبالضبط في شهر أبريل حين أعلن فجأة عن مغادرة اللاعبين الجزائريين الذين يلعبون في البطولة الفرنسية سرا إلى تونس عن طريق الدول المجاورة، وكانت ضربة قاضية للشرطة الفرنسية التي لم تتمكن من اكتشاف الأمر، وانتصارا لجبهة التحرير في فرنسا خاصة وأن هؤلاء اللاعبين كانوا من أبرز الرياضيين في مجال كرة القدم، وكان بعضهم مؤهل للعب ضمن الفريق الفرنسي المتأهل إلى كأس العالم بالسويد عام 1958. حبيت ما عجباش الحال، كنا محترفين وخلصونا غاليين ورحنا تسمى خسرناهم دراهمهم، ما كانوش سامعين حتى الجبهة في مسؤولين في تونس ما كانوش سامعين، كان سر كبير. العشرة الأولين اللي لحقوا هامليك هاي الصور هذو بعد العشرة الأولين اللي لحقوا لتونس، أنا حكمت في الحدود تاع السكري، نحكمت في الحدود هذا باش نلحق معاهم، ما لحقتش الله غالب باسكو يا روتار ها بعد نفهمك، حتى تهضر لي على الصحفيين الفرنساويين حتى كي لحق هذا الفريق هذا طبعا العشرة اللي لحقوا تونس بلي سمعوا جريدات وكل ليكيب
تصور وعشرة جزائريين هربوا وانا هكذا وميدايون قال لك الميليتير ماهوش انتروبابل. إنشاء فريق يمثل الجزائر في المحافل العالمية ويساهم في تدويل وتعريف العالم بشرعية الثورة الجزائرية كان أحد الأسباب التي دفعت الحزب العتيد لإنشاء هذا الفريق وسط ظروف سنتعرف عليها من خلالها. كتبت رواية نشأة الفريق في ظروف سرية سنة 1958 أثناء فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، وذلك لإثبات أن هذا الشعب قادر على تحقيق التنمية منفرداً، إضافة للأمل في أن يكون لهذا الفريق أثر إيجابي على الروح المعنوية وقصد تشكيل فريق قوي حقاً يواجه المنتخبات العالمية. رأى القائمون على المشروع من جبهة التحرير أنه ينبغي تشكيل الفريق من لاعبين محترفين لمواجهة محاولات فرنسا لإظهار الوحدة الثقافية لمستعمراتها. كان سي خميستي الله يرحمه وزير الخارجية الأول هنا في الجزائر بعد الاستقلال، كان معاهم سي فرجيوي مازال في الحياة الله يذكره بالخير، وكذلك سي طالب شعيب. هذا طالب شعيب كان بعد 58 59 والستينات كان هو اللي كان يستكلف بعد الفريق هذا في تونس، كان كوميسار بوليتيك معنا حنايا، هو اللي يهضر، هو اللي كان يعرف، كان سفير، كان ومن بعد الاستقلال وهاو كيف تكون شويه كي كملوا المهرجان جاوا داخلين لفرنسا. دوك ما نقولك شوي وق ولا في المواجوي ولا في المودود، جات فكره لهذا الاخ بومزرق الله يرحمه، قال لك علاش ما نكونش فريق بالمحترفين، فريق وطني بالمحترفين اللي راهم يلعبوا في فرنسا. وكنا كثير هذاك الوقت، كنا واحد 40 ولا 50 لعاب كل واحد وين كان يلعب. اتصل بنتيفور، اتصل بنتيفور دوق، انا هو اللي قال لي احبو مزرق اللي هضر معايا بعد شي شهر واحد 5 شهور ولا 6 شهور ومن بعد قال لي اتصلت ببنتيفور بصح واش هضروا بيناتهم واش ربي عالم، ما قاليش واش هضرت معاه ولا تالو. بعد باش عرفنا كيفاش اتصل به واش قالو، قالو انت بنتيفور، بنتيفور الله يرحمه كان لاعب وي، وكان كذلك في الفريق الفرنساوي، كان في الكاس العالم 54 مع فرنسا في لوزان في سويسرا نقول. دونك هضر معاه، حبي يديه كمدرب، قالو انا ما نقدرش نجي معك مدرب، راني محترف، لو كان نجي معك يطردوني. ومن بعد بشوية بشوية أنا تلاقيت مع أبو مزرق الله يرحمه في 57، في ديسمبر 57، وحنا كنا في الجيش الفرنساوي هذاك الوقت مع مخلوفي، كنا في الباطايون جوانفيل في الفريق الفرنساوي، فريق وطني تاعهم، ها وهذاك الوقت ما يقبلكمش، كنا كل فرنساويين، الجنسية تاعنا هي فرنساوية. شوف الكواغط اللي عندنا لليوم، لي باسبور ولا شوف معوش محمد مخلوفي ولا زيتوني ولا سوكان ولا ناسيوناليتي، جنسيه فرنساويه. ولما عيطوا لنا قال لك حقوكم الجمعه راهي تحوش عليكم، رحنا لتونس وكونا فريق جبهه التحرير باش لعبنا في دول كيفاش يقولوا الديمقراطية، اللي في ديمقراطيك كما الروس كما رومانيا بلغاريا وشعوب فرحوا بناس وسوى أبطال الجزائر. أنا اتصلت بمخلوفي لو 12 أفريل 1958 في الكازرنة،
بلي قلت له هاي ليك هاي ليك هاي ليك، فهمته في كل شيء. أنا عندي بومزرق هو اللي بعتني عن مخلوفي، ما راحش هكذاك ب ها درنا اجتماع بالأربعة، قال لي بومزرق نتلاقاو نهار الجمعة، تلاقينا في الوتيل تاعو الوتيل لاكورا دي بتيشون بالعريبي هو وأنا، قصرنا حتى قول قريب 12 تاع الليل. قال لي راك رايح الباتايون جوانفيل، قلت له دخل كازيرنا بسيف باش نقعد برا، يلزم ندخل. كي دخلت كان جوايت الوحده الوحده واربعة هكذاك، نوط مخلوفي وحكيت له تو ها مكانها ومكانها ومكان هو شويه ما الى فالو كيما قال لك الاخر شويه نزغدو. يا قولك صح هذا التاريخ وما نكذبش عليه. يبكي وقال لي انا صغير ولعب في سانت تيتيان، وانا رايح انا جايه الطوموبيل تاعي نهار اثنين لا دي اس دي اس راح كان نهار اثنين. قلت له تو شوف هذه جبهه قدات قرار، قلت له كان ما تجيش قلت له انا الاول لو كان يعطوني امر ها ندخل فيك. هذه صحيحه. دوك هو راه يخلط راه يخلط فيا بزاف ويخلط الفريق، وعلاش؟ قول الصح. قلت دوك بنادم رانا في الحياه وصارت هنا في هذا المضرب راك، وانا كنت في الميو وقلتها له قدام صحابه، قلت له قول الصح ونخبس معاك، ما تكذبش على التاريخ. انا نقول شكون؟ انا نقول براني جا شافني؟ محال. هو قال براني جا شافني ومن بعد يقول العريبي جا شافني. لا انا هو الاول اللي اتصلت به مبعوث من عند بومزرق والعريبي، هما اللي كانوا المسؤولين تاعي. هذه دونك ما يكذبش، كذب ماشي مليح. في وقت لاحق اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد احتجاج الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ان اي فريق يواجه الجزائريين سيطرد من نهائيات كأس العالم، في حين ان الحكومة الفرنسية نجحت في إلقاء القبض على اللاعبين الآخرين الذين حاولوا مغادرة البلاد للانضمام الى الفريق. على الرغم من هذه العقبات فان فريق حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري لعب عديد المباريات وساعدت انتصارات الفريق في منح وزيادة الاعتراف الدولي بكفاح الجزائريين من أجل الاستقلال. ليكيب ناسيونال دو فوتبول دو اف ال ام ا ايتي لو بريكورسور دو لا نيسونس دو ناسيون. فمليح ها وعلاش؟ في التفتيش تاعو، التفتيش تاعو كيف فتش شاف بلي لو كان ما يكونش النشيد الوطني ورفع الاعلام ما نلعبوش. هاديك شوف وين راح، شوف وين راح. ويقول هذا الفريق ها ايتي لو بريكورسور دو لا نيسونس دو ناسيون. قبل الاستقلال كنا حنا النشيد الوطني ورفع الاعلام، ما كاش واحد اخر يقدر يديرو قبل منا حنا. كاش تروح كاش بلاد وتغني قسما ما تغنيهاش، لو كان ماشي الفريق الوطني حتى واحد ما يغني قسما. فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم والذي شرف الجزائر من خلال عديد المباريات القوية التي أجراها في مختلف بقاع العالم كان مشكلا من عديد النجوم الجزائرية الناشطة في كبرى الأندية الفرنسية على غرار موناكو، سانتيتيان، ونادي الجنوب الفرنسي أولمبيك مارسيليا. لعب الفريق خلال الثورة الجزائرية من 1958 ل 1962 عديد المباريات التي عرفت تألقا للاعبي الفريق الذين كانوا منتمين لفرق فرنسية محترفة تتنافس في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وبعض الفرق من شمال إفريقيا في صورة كل من حارس المرمى عبد الرحمن بوبكر، مصطفى زيتوني، عبد العزيز بن تيفور، قدور بخلوفي، حسين شبري من جانب نادي موناكو، في حين نادي أولمبيك مارسيليا كان ممثلا بعبد الرحمن إبرير. لا لاعبين شوفنا نقول لك بكل صراحة كانوا بزاف لاعبين اللي
مشهورين في فرنسا وكانوا يكونوا كذلك في الفريق الفرنساوي. نقدروا نهضروا على كرمالي اللي كان قوي، ها ابراهيمي، روي كذلك كان لعاب قوي في أونجي، وكانوا اخرين، كان ماحي، كان معزوز الله يرحمه، هذول ما جاوش مع الاولين، ها كانوا جاني، كان جبيري، كانوا بزاف لاعبين، كان كروم، كان عمارة، دفنون، دفنون اللي كان هو مدافع الاول، مدافع حر كان في أونجي، كان كلاسي الاول في فرنسا 59، ومن بعد جاء تونس لابد يجي. نادي تولوز النشط في الرابطة الفرنسية الأولى كان هو الآخر من النوادي التي تضم عديد النجوم الجزائرية في صورة كل من سعيد إبراهيم، عبد الحميد بوشوك، وحداد. من جهة أخرى كان نادي لوهافر الفرنسي يضم عديد اللاعبين الجزائريين على غرار سمعان إبرير والأخوين عبد الرحمن ومحمد سوكان، بالإضافة لشريف وحسين بوشاش، زيادة على علي فداح لاعب أونجي، بالإضافة إلى عبد الحميد كرمالي محترف أولمبيك ليون، محمد معوش الناشط آنذاك في صفوف نادي ستاد دو غامس، ورشيد مخلوف النجم والهداف التاريخي لنادي سانت إتيان، زيادة لأحمد وجاني محترف لونس، وقد سبق أن شارك خمسة منهم في مباريات دولية مع منتخب فرنسا، وهم إبرير والزيتوني وتيفور وبن إبراهيمي ومخلوفي. مقبل كانوا اللاعبين اللي لعبوا في الفريق الفرنساوي، لا في شبال ولا فأنا لعبت في شبال، لعبت في شبال في 57 إسبوار انترناسيونال إسبوار فرنسي في الفريق الجيش الفرنساوي كذلك لعبت، ها ما بالصح لي كانوا في الفريق الفرنساوي 58 كانوا زوج، مصطفى زيتوني الله يرحمه ورشيد مخلوفي. في 54 وي في 54 كان بن تيفور في الكاس العام في سويسرا، كان بن تيفور وكادر فيرود، عبد القادر فيرود، عبد القادر فيرود ما لعبش، وعلاش؟ كان بالطونو بالسيارة تاعو صار اكسيدون تكسر مرجلو ما لعبش. هاي ليك دوك بدا ما يقولكش كان في ما بصح كانوا اللاعبين، كانوا بزاف اللاعبين اللي كانوا في فريقين فرنساوية أليف ولا با ولا كيما إبراهيمي بوشوك، هذو كذلك كانوا لاعبين قويين. كان الحاج برير الله يرحمه، الحاج جبريل لعب 7 مباريات مع الفريق الفرنساوي كحارس المرمى. التشكيلة الوطنية ضمت أيضا نجوما أخرى في صورة مختار العريبي لاعب لونس، محمد بوريشا لاعب أولمبيك نيم، حسين بورطال محترف بيزيي، عبد الكريم كروم نجم نادي طروا، وعبد القادر معزوز لاعب نيم، مقران ويلكان لاعب مونبلييه، دحمان دفنونو، عمار رواي من جانب نادي أونجي، عبد الله هدهود محترف ونجم نادي بوردو الفرنسي، وعبد الحميد زوبا محترف نادي نيور، إضافة للاعبي شمال إفريقيا في صورة علي دودو لاعب اتحاد عنابة، والخلدي حمدي محترف الملعب التونسي. أبو مزرق مع بنتيفور والعريبي قال لك حنا ناخدو خطر الأولى ناخدو 11 لاعبين اللي كانوا يلعبوا كما نقولوا حنا دون دي كلوب فريقين قويين اللي كانوا في هذاك الوقت. كان موناكو، كانوا عندنا 4 لاعبين تماتيك، ها موناكو، كان بن تيفور الله يرحمه، مصطفى زيتوني اللي كان في الفريق الفرنساوي 58 لكاس العالم، كان بوبكر وقدور بخلوفي، كان في تولوز كان إبراهيمي وبوشوك، بوشوك هذوك الوقت كانوا قويين، كان حتى في الفريق الفرنساوي، كان في أونجي كان عمار رواي اللي كان قوي كذلك الفريق هذاك، كان في سانت إتيان كان مخلوفي، وفي رانس أنا اللي كنت في رانس هامليك 11 الأولين باش ما الأخرين ما نسيناهمش، بشوية بشوية كل جولة بجولة كانوا اللاعبين قويين. دوك كل واحد وزهرو دوك داوك انت ولا هذا ولا هذه، دي حاجة أخرى، هذه ماشي انا اللي نحكم، بصح اللاعبين كانوا ما شاء الله، ما كاش لعاب في فرق كيتلعب في 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 فريق قوي ها وتكون محترف سيكراك مليح ولا لا؟ ايه هذه اللي دوك هذا الفريق تقدر دور كبير كبير بالبزاف، وقدم كما قالها سي فرحه عباس الله يرحمه، قال الفريق هذا قدم الطورة الجزائرية بعشر سنوات. كان عندنا واحد من اللعاب راهو
معروف في العالم كامل بنتيفور الله يرحمه، وكنا مقصرين هكذا وعلى خلال الصباط وما كنا بدلنا عاد خلناه له في اللمبة محسوب قال ما تزيدش تلعب انت كبرت. اي كان هو اللاعب المخير ديال الفريق وهو المشهور ديال الفريق وهو كان رئيس الفريق ومعروف كان يلعب في فريق وطني تاع فرنسا، شارك شحال من بطولة في فرنسا كما يقولوا كان انترناسيونال فرنسي، وكان هو الكبير فينا ونقدروه بزاف. كان يلعب في نيس وكان فريق مشهور بزاف بزاف. رجال الجزائر إذن رفعوا العلم الوطني عاليا وساهموا في تدوير القضية الجزائرية وتعريف شعوب العالم بمطلب الشعب الجزائري في نيل استقلاله. وقفة ترحم وإجلال كل عضو فرق الحياة وكل الاحترام والتقدير لمن أطال الله في عمره. مستوى زكريا كان معكم في الإعداد والتقديم، إلى ذلكم الحين دمتم بخير وإلى اللقاء.